ونروح دلوقتي مع حضراتكم سريعا لكابتن اسلام عادل لاعب الاهلي السابق. يا صباح الفل عليك. يا صباح الخير يا شيماء، ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ اكيد منورنا كالعاده في صباح اون تايم، واكيد طبعا كلامنا النهارده كتير جدا، واكيد الكلام برضو بيخص النادي الاهلي ومباراته قصاد الوداد، وطبعا يعني اقتناصه للنقطه او للنجمه ال 11 في تاريخه والبطوله الافريقيه، بطوله دوري ابطال افريقيا ال 11 في تاريخه. توقعت المباراه تمشي بالشكل ده؟ لا الحقيقه لا خالص، يعني كنا بنتكلم قبل المباراه، وكنت قلقان جدا من المباراه هناك، وكنت شايف ان في افضليه كبيره جدا هتكون لصالح الوداد، وده اللي توقعته، ده اللي لقيته في بدايه المباراه. يعني كان في افضليه جيده جدا للوداد بفضل طبعا الارض والجمهور، ويعني برضو لما تبقي مستحوذه على المباراه فرصك احسن، بتلعبي في ملعبك، الحكم ايا كان اكيد هيبقى عنده قلق شويه من في قراراته يعني. فكنت شايف ان المباراه كانت ماشيه في صالح الوداد بشكل كبير جدا في بدايتها، واستغلوا عامل الارض والجمهور، وزي ما بقول لك الحكم في البدايه اتاثر شويه بالاجواء، لكن اكيد هو قدم مباراه كبيره يعني. فانا سعيد جدا ان النادي الاهلي دخل فيه هدف بدري. يعني انا قبل المباراه اتكلمت وقلت انه لو النادي الاهلي رايح يدافع زي ما دافع قدام الرجاء ومتخيل ان هو هيطلع متعادل 0-0، انسى القصه دي، مستحيل مستحيل. وقلت كولر مستحيل تراهن على حاجه زي دي، لان هيدخل مرمانا هدف، هيدخل مرمانا هدف. فالحمد لله ان الهدف دخل بدري، الهدف اللي دخل بدري خلانا نبتدي نلعب، خلى في وقت كبير جدا نقدر نوصل، يقدر يعمل تغييرات، نقدر نعمل شكل مختلف، نقدر نعدل النتيجه. الهدف ده كان جاي، تخيل لو لا قدر الله كان جاي في دقيقه 90، الموضوع كان انتهى تماما، وكان جاي ما فيهاش هزار يعني. لكن من حسن حظ النادي الاهلي ومن حسن حظنا ان الحمد لله الهدف جه بدري، وقدرنا ان احنا نلعب بشكل كويس، والحمد لله ان كولر يعني ابتدى يركز في قصه التغييرات، لان كان العيب القاتل بالنسبة بالنسبه له في المباراه الاولى انه ما استغلش التغييرات بشكل كبير، وبيعمل تغييرات بعد الدقيقه 70 دايما. لكن التغييرات اللي عملها يمكن الخمس تغييرات مش كلهم كانوا موفقين بشكل كبير جدا، لكن لو في حد مش موفق فني لكن هو كان موفق بدني. يعني لو انت نزلت حد في نص الملعب ما عملش الامور الفنيه زي ما احنا متخيلين. احنا شفنا عبد القادر مثلا يعني اهدر كور كتير جدا، وعمل ميس باس كتير جدا، وكور كتير جدا اتقطعت منه، لكن بدنيا كان واقف في نص الملعب مش وحش. شريف نفس القصه، يعني انفرادين ثلاثه، لكن برده بدنيا كانت الامور احسن شويه. فبكرر تاني وبعيد، لما تبقى مدير فني النادي الاهلي يبقى عندك خمس تغييرات، لازم بشكل كبير جدا تستغل الخمس تغييرات، لان انت عندك لعيبه مفروض اللي هم اللي على البنش نفس مستوى اللعيبه اللي موجوده او قريب بشكل كبير منهم، فما فيش مبرر انك ما تعملش تغييرات. فالراجل عمل تغييرات، الحمد لله الامور يعني بقت احسن. واخر 20 دقيقه انت بتتكلمي في مثلا 3 4 فرص، يعني اهدرنا فرص محققه، كنا ممكن نخرج بسكور احسن من كده. لكن النادي الاهلي ما لعبش احسن حاجه في المباراه، لكن الابطال كده يعني. وانا مش في احسن مستوى، بلعب في ظروف صعبه واجواء صعبه، ان انا اكسب البطوله، وبطوله تبقى من يعني من ملعب بقى محمد خامس في الوداد، اكيد هي مباراه مهمه جدا، واكيد هي بطوله مهمه جدا هتتكتب في التاريخ بالنسبه لنا، زي ما كل البطولات اللي قبل كده الحمد لله اتكتبت في التاريخ. وانا قلت ان ثمن البطوله دي ان احنا نكسب الوداد في ملعبهم، او ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه في ملعبهم، والحمد لله الناس كلها كانت على مستوى المسؤوليه وكعاده النادي الاهلي، وقدرنا ان احنا ناخد البطوله من الدار البيضاء، طعمها حلو وشكلها حلو، وده العادي بتاع النادي الاهلي الحمد لله. لكن خليني برضو اقول حاجه مهمه جدا، دايما اللي كان بيميز النادي الاهلي انه مش بيفرح زياده عن اللزوم، مش بيبالغ في الفرحه، لانه في الاول وفي الاخر احنا بننافس نفسنا. البطوله ال 11 اقرب حد لينا عنده خمس بطولات، فهيبقى صعب جدا ان حد يقرب من النادي الاهلي. فكان احنا دايما تربيه صلاح سليم كان دايما يتقال لك سيب الجمهور يفرح وانت ما عندكش فرصه انك تفرح. بعض الناس تقول لك يلا بقى نفكر في ال 12، فيها مبالغه شويه، لكن صدقيني محتاجين يعني ككولر وكاداره نفكر في الاخطاء اللي حصلت. اوعى النجاح ينسيك ان في بعض الهفوات اللي حصلت السلوكيه والفنيه اللي لازم تتعدل بشكل كبير جدا علشان الفترات اللي جايه. والحمد لله ان احنا ما عندناش حاجه مستعجله، يعني ما عندناش بكره سوبر، ما عندناش حاجه ثانيه في كاس عالم الانديه بكره، ما عندناش حاجه، عندنا وقت نقدر ان احنا نفرح شويه، وبعد ما نفرح نرجع نعدل بقى الاخطاء الفنيه والسلوكيه اللي كانت عندنا، لانه اكيد فرحه البطوله ال 11 مش هتنسينا ان كان في بعض الحاجات اللي محتاجه تتظبط علشان خاطر اللي جاي. لكن مؤكد مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس الاداره، ومبروك للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الطبي، مبروك للجمهور طبعا العامل الكبير جدا، وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه نقدر نكسب بطولات كمان اكبر، وده يبقى العادي دايما بتاعنا، ونحافظ على تفوقنا طول التاريخ يا رب باذن الله. طيب خليني اسالك فنيا، ازاي قدر مارسيل كولر خلال اللقاء ده ان هو يتعامل مع اخطر اوراق فريق الوداد المغربي هو المهاجم سامبو؟
يعني كان في تضييق مساحات بشكل كبير. يعني سامبو خد بالك برضو من اللعيبه اللي بتعمل مجهود بدني واضح جدا، والحقيقه انا كنت يعني كان عاجبني مستواه جدا، لان هو فنيا مش احسن حاجه لكن بدنيا قوي جدا، الكور العاليه بياخدها بشكل كويس قوي، هو محطه كويسه جدا لفريقه. صحيح. حتى ضغطه على المدافعين طول الوقت 90 دقيقه ما شاء الله عليه بيضغط كويس جدا. يعني الحقيقه وانا قاعد كنت قلقان من القوه المفرطه اللي موجوده عنده والمجهود البدني الواضح، كنت قلقان جدا لانه برضو عبد المنعم بيستنى شويه، عنده ثقه عاليه شويه فبيتاخر في الباص سنه، فكنت خايف يعني لا قدر الله مثلا في واحده يبقى متاخر يضغط كويس تمثل خطوره علينا. لكن لعيبه النادي الاهلي قدرت تتعامل مع المباراه، وخلينا اقول ان عبد المنعم وهاني بالاخص يعني عملوا مباراه كبيره جدا وفرقوا مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا من الناحيه الدفاعيه، واقفين على رجليهم فقدروا ان هم يحدوا من خطورته. يعني طيب كابتن اسلام خليني اسالك، يمكن العناصر اللي ما كانتش موفقه قوي في مباراه الذهاب هنا على استاد القاهره هي كانت العناصر الموفقه جدا جدا مع النادي الاهلي في لقاء الاياب، شايف ان مارسيل كولر قعد معاهم وكان ليه جلسه معاهم واتكلم معاهم في الاخطاء اللي وقعوا فيها عشان كده هم تفادوها في المباراه الاخيره؟ اكيد الجهاز الفني بيبقى ليه دور، بس صدقيني يا صباح الخير يا شيماء، صباح الخير عليك وعلى كل اللي بيسمعونا. منورنا مرة تانية ولسه أكيد كلامنا مستمر عن يعني اللقاء الهام اللي كان بيجمع النادي الأهلي بالوداد المغربي، واللي طبعا بسبب توج النادي الأهلي كبطل لدوري أبطال أفريقيا للمرة ال 11 في تاريخه، وزي ما بنتكلم وبنقول إن النادي الأهلي خلاص بقى بينافس يعني نفسه، لأن أقرب نادي ليه يمكن يمتلك من الألقاب 5 ألقاب فقط يعني، فحقيقي النادي الأهلي بيكتب تاريخ كالعادة وبيبهر أكيد كمان مشجعين كرة القدم في كل حتة في قارة أفريقيا بالإنجازات الكبيرة جدا اللي بيقدمها. نرجع لمارسيل كولر المدير الفني وإدارته للقاء اللي جمع الأهلي مع الوداد، اللقاء الأخير لقاء العودة في كازابلانكا، ويمكن كان في ضغوطات جماهيرية كبيرة جدا، ولكن برغم الضغوطات الجماهيرية الكبيرة جدا اللي كانت موجودة هناك في الملعب إلا أن لعيبة النادي الأهلي يعني ظهروا بشكل كبير جدا، هل ده يعني ممكن يكون نابع عن الخبرات الأفريقية اللي موجودة عند اللعيبة؟ أكيد يعني النادي الأهلي دايما بيتعامل بشخصية البطل، ولما تلعبي مع فريق زي الوداد وهم كمان يعني إدارة الوداد وجمهور الوداد والناس تبقى معترفة إن النادي الأهلي يتعامل بشخصية البطل أكتر من الوداد شوية، لأن الوداد ما قدرش يتعامل قوي بشخصية البطل في المباراة. هو أكيد نادي كبير، أكيد فريق كبير، عنده مدرب كبير جدا وإدارة جيدة جدا، سعيد النصيري رئيس نادي جيد جدا، فوزي الأرجع كان في مساندة واضحة جيدة جدا، وجمهور حاجة رائعة يعني خلينا ندي للناس حقها، كانوا مساندين بشكل كبير جدا للوداد. لكن برغم كل المسانده برغم كل الادوات والتولز اللي كانت موجوده عند الوداد، لكن الوداد ما عرفش يتعامل مع المباراه او مع البطوله كبطل. يعني حتى الشماريخ اللي طلعت من الجمهور وفي الوقت ده اللي كانت المباراه ماشيه لصالح الوداد، ده كان تعامل سيء تماما وغلط اثر سلبا على فريق الوداد وما تعاملوش مع المباراه بشكل كويس، عكس بقى النادي الاهلي اللي دايما طول الوقت فيه ثبات في المستوى، فيه ثقه في اللعيبه اللي بتنزل، في التغييرات اتعملت كانت موفقه بشكل كبير جدا. في لعيب زي علي معلول في الملعب مش ناسي ان المباراه الاولى قد يكون هو جزء من الخطا او من الهدف اللي دخل مرمانا، فطول الوقت مركز ان هو يحاول يصحح الخطا اذا اعتبرناه انه خطا، يعني مركز بشكل كبير جدا في الكورنر، عبد المنعم خاطف كويس قوي من قدام المدافعين عشان يحرز هدف مهم جدا. وشوفي الفرحه اللي عند اللعيبه حسين الشحات حتى لما اخطا سلوكيا هو وكهربا اللي ما كانش موفق بشكل كبير، شوف اللمه وشوف الفرحه وشوف التماسك لما يعني اللعيبه كانوا سعداء ازاي بالهدف اللي بيمثل بطوله بالنسبه لنا كبيره. كمان تغيير رامي ربيعه يمكن نقطه مهمه جدا في المباراه، يعني كولر لما اضاف رامي ربيعه للفريق تغييره انا شايف ان هي اهم تغييره في المباراه، امننا بقى 100% امننا 100% شكل دفاعاتنا وكل الكور العاليه. لو تاخدي بالك مثلا في اخر 5 6 دقائق في كور عاليه كتير جدا كلها ياخدها رامي ربيعه وخلى الافضليه للنادي الاهلي، وكان عندنا زياده في نص ملعب كبيره جدا. وزي ما بقول لك لو كنا موفقين شويه يعني شريف وعبد القادر كنا ممكن نعمل نتيجه اكبر، فاكيد النادي الاهلي تعامل احسن، النادي الاهلي عنده رصيد اكبر من البطولات، عنده خبرات اكبر، فالنادي الاهلي تعامل بشخصيه البطل. صحيح. واوقات ده مهم، المباريات النهائيه اوقات كتير جدا بتكسب ولا تلعب يعني، فالنادي الاهلي قدر ان هو يكسب البطوله بخبرته، وياما لعبنا كتير وخسرنا، المره دي احنا لعبنا بشكل يمكن جيم دفاعي شويه او تكتيكي شويه، اخذنا اللي احنا عايزينه من المباراه وهو ده الاهم يعني.
صحيح، هو ده الاهم اكيد يا كابتن اسلام. ما حدش بيفتكر ماتش حلو، لكن في النهايه التاريخ بيفتكر بس الالقاب، والالقاب اللي بالتاكيد بتضاف لدولاب النادي الاهلي. خليني اسالك برضو يعني عن مستوى حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي خلال اللقاء ده. يعني خلينا اقول برضو برغم الهدف اللي دخل مرمانا الشوط الاول ويسال عنه بشكل كبير جدا الشناوي، يمكن انا مش مدرب حراس مرمى، لكن واضح جدا ان الشناوي كان متراجع شويه، يعني ما كانش واقف صح قوي، والكره كانت مباغته بشكل كبير جدا. وبعدين هو اللعيبه مدخلها قوي 18، يعني دايما انا كنت بسمع مدربين حراس المرمى لما يبقى في فاول زي ده يقولوا اطلع باللعيبه، اطلع باللعيبه بحيث انك تبقى بتفضي مكان تقدر تتحرك فيه. فكانت اللعيبه قريبه جدا من الشناوي، كان المفروض يحاول هو والمدافعين يطلعوا بيهم شويه علشان يبقى في مساحه يقدر يتحرك فيها. الزحمه عملت مشكله، التمركز عند الشناوي ما كانش انسب حاجه، فالكره كمان قويه وسريعه جدا جريت، فيعني مشارك بشكل كبير جدا في الهدف الشناوي. والشوط الاول تقريبا مش فاكر حاجه تانية راحت للنادي الاهلي، لكن الشوط الثاني الشناوي طبعا كابتن الفريق وعنده ثبات في المستوى رائع جدا، الهدف ما اثرش فيه، ما خلاهوش يهتز ثقته بنفسه، لا بالعكس كان ثابت جدا، وفي الاخر هو كابتن الفريق فالثقه اصلا بتطلع من عنده، تعامل مع الكور اللي مش كتيره اللي جات له في المباراه بشكل كويس، في ثبات كويس، كور العرضيه كلها اخذها بشكل كويس زي عادته، بيدي انطباع جيد للفريق وساعد مع الفريق في شكل المباراه. والحقيقه الناحيه السلوكيه كمان اللي عملها مع مصطفى شوبير، دايما احنا بقى متعودين نشوف الحاجات دي من النادي الاهلي، شفناها قبل كده عماد متعب وحسام غالي، ودايما الاجيال بتتواصل يعني، فالشكل الجيد او التابلو اللي اتعمل في اللقطه اللي ادى الميداليه بتاعته لمصطفى شوبير اللي كان خارج المباراه، زي ما اقول لك الروح والانسجام والاتيتيود بتاع النادي الاهلي هو اللي بيختلف، هو اللي بيفرق مع النادي الاهلي، علشان كده احنا الحمد لله دايما مختلفين وهنفضل مختلفين كتير جدا، ما كناش احسن فريق كتير جدا، الزمالك كان احسن مننا والترجي كان احسن مننا والوداد كان احسن مننا، لكن على مدار التاريخ احنا احسن اداره، والاداره لما تبقى احسن حاجه هي دايما اللي بتكسب مش بس الفريق. فانا مطمن على مستقبل النادي الاهلي ومطمن على حاضر النادي الاهلي طول ما في عندنا قامات ورموز. وشوفي حتى اللقطه المهمه جدا كمان، يعني سيبك بقى من مش بكلم بس على البطوله، ما احنا عندنا منها 11، لكن لقطه مصطفى شوبير مع الشناوي كبيره جدا. اللقطه كمان بقى الاهم ان الكابتن محمود الخطيب الرمز الاكبر والاهم في تاريخ النادي الاهلي يكون موجود، لكن فضل ان رئيس البعثه حسام غالي هو اللي يكون موجود على المنصه مع ماتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، مع سعيد النصيري طبعا رئيس نادي الوداد، مع فوزي لقجع طبعا رئيس الجامعه المغربيه، مع استاذ جمال علام، مع كل الناس اللي كانت موجوده، انك تحط حسام غالي، يمكن حسام غالي كمان اصغر واحد في مجلس الاداره بما ان هو رئيس البعثه، تحطه ككادر كبير جدا وتحضره، كل الناس شايفه رئيس النادي الاهلي واقف ما شاء الله قادم يعني المستقبل. فانت عندك مستقبل الاداره موجود، مستقبل شوبير الحراس مرمى موجود، مستقبل لعيبه اجيال كبيره بتشتغل وبتكمل، في ليدر مستقبل النادي الاهلي كابتن محمد عماله كابتن النادي الاهلي السنوات اللي جايه. انت مش بس بتكسبي مباراه، مش بس بتكسبي بطوله، انت بتكسبي كوادر وبتكسبي ارقام وبتكسبي تاريخ وبتبهري الناس، يعني هو ده النادي الاهلي طول الوقت، ما تقدريش تبصي على مكسب مباراه بس، بتكسبي حاجات كتيره جدا مع المباراه، هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي صعب جدا يا جماعه نقارن باي حد، مع كامل الاحترام للجميع، مش هنعرف نقارن نفسنا بحد في افريقيا، مش هقول لك بقى في مصر يعني، لكن ان شاء الله يا رب اللي جاي كمان نقدر نسعد جماهيرنا اكتر واكتر يا رب. كابتن اسلام عادل لاعب النادي الاهلي السابق اكيد نورتنا النهارده في صباح اون تايم كالعاده، صباحك زي الفل والف مبروك اكيد للنادي الاهلي فوزه بالبطوله ال11 في تاريخه، الف مبروك لكل جماهير الكره المصريه ولجماهير النادي الاهلي اكيد ولمجلس ادارته ولاعيبته، يعني حقيقي انجاز كبير بيضاف لانجازات الانديه المصريه.